الحمد لله الواحد الأحد الصمد وأصلي وأسلم على خير من قام وركع وسجد وتعبد ودعا إلى الله الواحد الأحد. إخوتي أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم مع هذه الدروس العلمية الإيمانية الربانية العملية، نعم العلمية الإيمانية الربانية العملية النبوية، على هدي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وها نحن نلتقي من جديد على قناة خير القرون، على هذه الصفحة المباركة، حتى نعود إلى خيرية القرون، وتعود الأمة إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين أن جمعنا على هذا الصرح المبارك وبارك لنا، نسأل الله أن يبارك لنا فيما نقول ونتبع أحسن القول على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي، لا بد من شكر نعم الله علينا، فهذه المجالس مجالس بمكان عند أهل الإيمان، خاصة ونحن في آخر الزمان، زمن الفتن التي تموج فيه الفتن موجا. إخوتي أحبتي، ما زلنا وإياكم نتحدث ونتدارس الشرك، فقد توقفنا عند الشرك الأصغر، ثم قلنا لا بد من المسلم أن يحذر الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويحقق التوحيد، ويراجع العلماء الربانيين حماة التوحيد، حق الله على العبيد على هدي خير العبيد محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لا نجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق كمال التوحيد والبعد عن الشرك كبيره وصغيره. إخوتي أحبتي، لابد أن نعلن بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا وأركاننا لله جل جلاله، لابد أن نعلن إعلانا حقيقيا فيه مظاهر كمال التوحيد. نقول اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، ونبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة جل جلاله. اللهم تتابع بركاتك علينا، نعم اللهم أصل خيرك بنا وأكمل عطاؤك علينا، فلولاك ما اهتدينا وما صلينا وما صمنا وما زكينا وما تعلمنا وما وحدنا الله حق توحيده، فلولا الله لما اهتدينا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. اللهم أنزل علينا السكينة، فإن أرادوا بنا فتنة أبينا إلا التوحيد واتباع خير العبيد والثبات على دينك. إخوتي أحبتي، لابد أن نتجرد للحق جل جلاله، فليكن ذبحنا لله، وليكن نذرنا لله، وليكن حلفنا بالله، لا نحلف إلا بالله، وليكن عطاؤنا لله، وليكن منعنا لله، وليكن طوافنا بالبيت العتيق لله وحده لا شريك له، في بيت الله كذلك وحده لا شريك لله جل جلاله. وإخوتي أحبتي، وأعظم ما نتعلم به التوحيد هو حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم خير الناس، وكان غلام دون الثلاثة
أو 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة لهذه الأمة، فلا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا وجه قلبه إلى الله. فقال لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله. إخوتي، لابد أن نسأل الله وحده لا شريك له، لا نسأل ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شيطان مارد، بل نسأل فقط رب العزة، رب العالمين، مالك العالمين، ملك العالمين، ملك العالمين ومالك العالمين، ومليك يوم الدين، ومليك الدنيا والآخرة جل جلاله. الوحيد الذي يجيبنا هو الله، الوحيد الذي يغيثنا هو الله، الوحيد الذي تتعلق به قلوبنا هو الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إذا قرأنا هذه الآية نقف ونتدبر، الله يستفهمنا أإله مع الله؟ نقول لا إله إلا الله. الله يستفهم أهل الإيمان ويستفهم أهل الشرك والضلال والخذلان وطريق الشيطان، ويستنكر عليهم، يبين لهم قدرته جل جلاله، يبين له مظاهر عزته، يبين لهم مظاهر قدرته، ثم يبين لهم من يجيب، من يجيب سوى الرب المجيب جل جلاله؟ من يكشف السوء سوى الله جل جلاله؟ إخوتي، أإله مع الله يجيب المضطرين ويكشف هم المهمومين ويسمع دعاء المستغيثين؟ لا، ورب السماوات والأرض لا يسمع هذه الاستغاثة وهذا النداء وهذا الدعاء السر وأخفى إلا رب الأرض والسماء، إلا من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يسمعها ويجيبها. بل جل جلاله هو صاحب الكمال المطلق وصاحب الجمال المطلق وصاحب الجلال المطلق جل جلال. هذا ربنا، ربنا هو الغني. لو علم الفقراء غنى الرب سبحانه ما سألوا أحدا سواه. هو سلوة الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الخائفين جل جلاله. ولو علم المحبون ما لله من الكمال والجمال والجلال ما أحبوا غيره سبحانه وتعالى. فهو غاية منتهى المحبين، وهو غاية منتهى العارفين بالله والعلماء بالله. إخوتي أحبتي، فلا نسأل إلا الله جل جلاله الذي إذا ذكرناه وذكرنا اسمه على أي حال من الأحوال يجيبنا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ووالله لو علم أصحاب الشرك وأصحاب الرياء لمن يزيننا العمل، لمخلوق يتزين لمخلوق، مخلوق يريد أن يظهر أو يظهر نفسه عند مخلوق، مخلوق يريد أن يمدحه مخلوق، تبا لحياة لا تساوي شربة ماء. سبحان الله، كيف يتعلق ميت بميت، كل من عليها فان.
إخوتي أحبتي، لا بد أن نتعلق بالحي الذي لا يموت. إذا أردنا الثناء نذكر رب الأرض والسماء، وهو يثني علينا في الملأ الأعلى، كما قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. إخوتي أحبتي، كفى بنا شرفا أن جعل ذكره ذكرا لنا: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كفى بنا شرفا أن جعلنا ورثة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، هكذا لجميع الأتباع، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي هذا القرآن وهذه السنة، هذا الدين العظيم، إذا طبقتموه في حياتكم يصبح ذكرا لكم، شرفا لكم، فيه عزكم، فيه كبرياؤكم، فيه علوكم في الدنيا والآخرة، وفيه ثناؤكم عند رب العزة والجلال جل جلاله. إذن فلا ينبغي أن نتزين لأحد سوى لله الواحد الأحد، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أحق من تزين له ربي جل جلاله. فلا نتزين إلا لمن نذكر اسمه فيفرج عنا، هو الله. الله هو الاسم، الله عظيم الذات جل جلاله، صاحب الكمال والجلال والجمال، الذي إذا ذكرناه أو جعلنا اسمه عند دعائنا في أي قليل أو عند خوف أو عند كرب أو هم فرجه وكشفه. كما قال العلماء: الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه، الله هو الاسم الذي ما ذكر أو ما تعلق به فقير إلا أغناه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به مضطر إلا نصره وآواه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به دليل إلا أعزه وقواه، الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات وتستجلب به الخيرات وتدفع به الشرورات والسيئات، الله هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات. نحن ما عرفنا قدر الله، ما عظمناه، ما كبرناه، ما بجلناه، نتوجه إليه سبحان الله في جميع شؤون حياتنا. ما قدرنا الله وما قدر الله حق قدره. الله جل جلاله عندنا الشك في بعض الأحيان في الله، نعوذ بالله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ تارة الإنسان يستخير، يريد شيء ويستخير لله، والله يختار له عكس ما يريد، وقلبه ينقبض ولا ينشرح، ويظن أن الخير فيما فاته، وهذا خذلان. نحن نستخير العليم الحكيم المدبر القادر المقتدر، نقول له: إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا نقدر، وأنت تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. كفى كفى كفى، نحن الآن إلى يومنا هذا ما عندنا كمال ثقة في الله، تفوتنا الأشياء، نتحسر وتنكسر القلوب، ونصبح مهمومون ونصبح مرضى ويضيق الصدر، مع أن الله يقول: وإنا لنعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
نحن علينا فقط بالتسبيح والتهليل والثبات على الدين ونتقرب إلى رب العالمين بالسجود واسجد واقترب ونتزين لله ونعظم رب العزة جل جلاله لأنه هو هو وحده نتزين له وحده نعطي له نعطي في الله ونمنع لله ونحب في الله ونبغض في الله نستكمل كمال الإيمان لأن من أجله أنزلت الكتب ومن أجله أرسلت الرسل ومن أجله قامت سوق الجنة والنار فلا نتعلق بفان يا إخوة الإيمان نتعلق بالملك الرحمن الديان جل جلاله فلا نسمع لأحد إلا لله ولا نطيع أحد سوى الله ولا نحلف إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله ولا نلجأ إلا لله ولا نفوض الأمر وأفوض أمري إلى الله إخوتي اسمعوا أإله مع الله هل هناك إله يستحق أن يمتثل لأمره أهناك رب غير الله لا إله إلا الله فلماذا نعمل العمل لغير الله ولماذا نخشى غير الله ولماذا تتعلق قلوبنا بغير الله نحن كمؤمنون لابد إذا أحببنا نحب في الله ولله ونعطي لله كل شيء له لأنه له ملك السماوات وله ملك الأراضين وله الدنيا وله الآخرة لماذا نعمل لغير الله لماذا نريد أن نظهر أنفسنا أمام الناس لماذا نريد الثناء لماذا عندنا العجب والرياء والكبر لماذا لا نحقق كمال عبودية لله أإله مع الله أإله مع الله الله ربي ليس لي غيره ربا الله ربي ليس غيره يدعى إنه الله أفوقه إله يخشى لا أمعه رب يرجى لا أدونه ملك يتقى لا أله وزير يؤتى لا أله حاجب يرشى لا أله بواب يغشى لا إله إلا الله أإله مع الله لا إله إلا الله إخوتي والله أقسم بالله والله لو اجتمعت الإنس والجن وأهل الأرض والسماوات السبع ومن فيها من الذرة إلى المجرة بجميع الكائنات والمخلوقات اجتمعوا على أن ينفعوك ما ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله من كتبه الله لك باسمك 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 باسمي ما في أحد يتجرأ على أخذه وإن اجتمعوا الإنس والجن والملائكة والعجموات والشياطين والبهائم والجمادات كلهم يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف لابد أن نعمر قلوبنا بالإيمان ونثبت تزول الجبال ولا نزول لأن ربنا الملك ذي الطول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض كفى بالله شهيدا كفى بالله حسيبا كفى بالله حافظا والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إخوتي أحبتي لابد أن نتوجه إلى الله بجميع الأعمال الظاهرة والباطنة في السر والعلن لله الواحد القهار وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في كل صغيرة وكبيرة
نحقق كمال العبودية لله باطنا ظاهرة سيرة سريرة صورة شبه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان كان عند الأنبياء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا الإيمان شربه الصحابة في خير القرون. هذا الإيمان انتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام. الفطاحل الجبال تزول الجبال وقلوبهم لا تزول. تتزلزل الدنيا ولا يتزلزلون. وانتقل هذا الإيمان إلى التابعون لهم بإحسان حماة التوحيد والإيمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولا تنسوا أن تشاركونا على هذه القناة، قناة خير القرون، سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك، حتى ينشر هذا النور. لا نريد إلا أن ينشر هذا النور وتعود الأمة إلى خيرية القرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.